في مبادرة تضامنية استفاد عدد من الأشخاص المعوزين من الخدمات الطبية لقافلة خاصة بإجراء عمليات جراحية لعلاج المياه البيضاء أو ما يعرف بالجلالة. نتابع ذلك من سيدي قاسم في ريبورتاج شياب زريوح ومحمد تونينا. هي مبادرة إنسانية لفائدة الأشخاص المعوزين من ساكنة إقليم سيدي قاسم، واستفاد منها 150 شخصا أجروا عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء أو ما يعرف بجلالة. المبادرة ساهمت في تخفيف معاناة هؤلاء المرضى، ممن عبروا عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه الجهود التضامنية. تنشكروا هاد الناس اللي جاوا وكلهم داروا للناس العمليات، والناس الضعفاء اللي ما عندهمش باش يديروا العملية. الممرضات ولا الإخوان اللي خدامين راهم قايمين معانا، ودابا راه 4 ولا 5 ديال التقطيرات اللي داروا لي العين، ومن دابا واحد شوية إن شاء الله غيطلعوا لي باش ندير العملية للعين ديالي. هذا وقد اعتمد الفريق الطبي تقنية جراحية جديدة وحديثة تقوم على علاج وسحب المياه البيضاء في أسرع وقت، وبالتالي استفادة أكبر عدد من المرضى. هذه التظاهرة جات من بعد واحد الحملة كنا قمنا بها بشراكة مع بعض الجمعيات اللي تتنشط في الميدان ديال طب العيون، واللي كانت دارت واحد الإحصاءات على واحد المجموعة ديال الناس المسنين اللي هما في حاجة للعملية. حملة طبية تندرج ضمن العديد من الحملات بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية المغربية الطبية المغربية للتضامن وجمعية ريزو لطب العيون، من أجل تقريب يعني علاجات خاصة في مجال طب العيون لشريحة كبيرة من المرضى ديال مدينة سيدي قاسم. الحملة الطبية تستمر ليومين مع إجراء فحوصات طبية للحالات الأقل خطورة وتوزيع الأدوية الضرورية مجانا، وأيضا تشخيص حالات أخرى توجد في لوائح الانتظار.